تعرفوا انه ملوش ماضي ملوش حاضر؟ تعرفوا ولا لا؟ يسعد صباحكم. صباح الخير يا نسيم. صباح النور. الله يسعد لي الصباح. السلام عليكم. طالع اطلع اطلع. اليوم احنا موجودين في قرية خزاعة، ولأنه وسائل النقل تصلش لكل مكان، راح نستخدم وسيلة نقل محلية عشان نصل لإهاب. إهاب رغم التطور إلا إنه متمسك بمهنته واللي هي صناعة أفران الطين. اليوم يومنا فلسطيني زي كل يوم، بس اليوم بزيادة. هلقيت رح أصنع فرن طين. حي الله بإهاب. حي الله بيك. يا الله مالكت. إيش الدعوة؟ أنت اشتغلت لسه؟ يا الله. ايوه قلت لي انه سيدك هو اللي علمك كيف تصنع افران الطين. صحيح، مش علمني. قعدت كنت اودي للناس لفران الطينه واطلع كيف بعمل. تعلمت منه طبعا. يعني عينك اللي هي علمتك. يا عين عليك. لقيت الخطوه الثانيه بعد ما عجننا العجينه. صحيح، هي لسه بدها تبن. بدنا نحط الخميره اللي هي ايه التبن. معلم يا حجازي. طيب التبن. طب ليش احنا حطينا هذه الرشه؟ هذه تبن حتى تمسك الطينه لحالها بتمسك الشيء. صح. يا حي الله يا حي الله مع الخزاعه. يا حي الله. ولازم نطريها في الميه. انت تعودت على هذه. صناعة الأفران الطينية من أقدم المهن الفلسطينية الموجودة، ومرتبطة ارتباط كبير بهويتنا الفلسطينية وثقافتنا وتراثنا الفلسطيني. عشان هيك إهاب لليوم بصنع أفران الطين. مين أكثر حد بيساعدك في صناعة هدول الأفران؟ والله انا زوجتي طبعا، في غياب لما تكون عندي شغل التركيب لحدا ودي لي الفرن على البيت. تساعدني هي. يعني هي صغيرة معلمة. معلمة وبس. كم سنة لك متزوجها؟ انا لي 5 سنين. اخذت عن حظ طبعا. حلو الحب. اكيد. هيك صنعنا فرن فلسطيني. يعطيك العافية يا هاب. الله يعافيك. لكن مش هذه النهاية، النهاية لازم نروح نجرب فرن الطين عند خالة أم نسيم. هلقيتها وين احنا موجودين؟ عند خالة أم نسيم. خالة أم نسيم أشهر من النار على العلم في قطاع غزة. جايين أنا وياها عشان نجرب الفرن ونخبز الخبزات ونغني الغنوة. متفقين؟ على بركة الله. يا حي الله في أم نسيم. بسم الله وعلى بركة الله. الله أكبر. صلوا على النبي. صلوا على النبي يا جماعة. صلوا على النبي. زيد الصلاة صلاتين. وزيد الورق على النار. والثالثي خرج زي زرقاء. تحمى صحافيتنا من العين. والله يا معلمة يا نسيم. يومنا كان فلسطيني بامتياز. بديناه كيف نصنع أفران الطين ونهيناه بالخبز الفلسطيني. هذه حكاية من حكايات غزة، ولسه في حكايات حنحكيها على طريقة غزة. سلامات. الله يسلمنا منه.